للمزيد من المتابعة انضم إلينا من روما مراسل الغد محمد الغزو. محمد، أبرز هذه الإصلاحات المطروحة والمطلوبة أوروبيا أيضا. نعم، أبرز هذه الإصلاحات تتعلق بمجال توسيع الجسم القضائي وتوسيع أعداد العاملين في السلك القضائي بشكل عام في جميع أنحاء المدن الإيطالية من أجل التسريع في الإجراءات القضائية. ملف القضاء يبدو بأنه هو الأكثر تعقيدا على الساحة السياسية الإيطالية والأكثر قدما، حيث أكثر من 30 عاما يحاول الإيطاليين تغيير هذا القانون أو تعديله إلى حد ما، ولكن دائما ما تبوء هذه المحاولات بالفشل. حركة الخمس نجوم قدمت من خلال الحكومة مسودة قرار لتعديل أو إصلاح النظام القضائي برمته في إيطاليا، والذي يمتاز بطول مدة التقاضي، حيث تعد إيطاليا من أكثر الدول في العالم تأخرا في إجراءات التقاضي. لذلك قدمت هذا المشروع حركة الخمس نجوم من أجل أولا تسريع العملية القضائية وإجراءات التقاضي في المحاكم الإيطالية، وثانيا من أجل استحداث 40,000 فرصة عمل جديدة من خلال زيادة عدد القضاة ومساعدين القضاة وعدد العاملين أيضا في المحاكم، سواء نعم من أجل التسريع في إجراءات القانون. لكن المميز أيضا في هذا القانون بأنه سوف يسري ما بعد إقرار القانون، ولن ينطبق على القضايا التي ما زال أصحابها ينتظر سنين طوال أو سنوات عدة من أجل البت بها بشكل عام. بالتالي محمد، في ضوء هذا البحث والخوض بهذه الإصلاحات في هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان، ما هي فرص تمريرها فعلا وما تداعيات الفشل بذلك؟ نعم، يرى الكثير من المراقبين بأن تمرير هذا القانون قد يسري هذه المرة بسبب وجود تحالف كبير وتحالف قوي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، حيث بأن هناك حزب وحيد فقط خارج الحكومة وحزب إخوان إيطاليا اليميني. نعم، حزب إخوان إيطاليا اليميني. لذلك قد يكون هناك بعض الخلافات أو التحفظات من قبل حركة الليغا، ولكنها لن تكون كافية لإسقاط القانون بشكل كلي. ولكن في حال ذهبت الأمور إلى التأزيم فإن الحكومة سوف تكون معرضة للتصدع. شكرا على كل هذه المعطيات من روما مراسلنا محمد الغزو.